فكرنا النهارده نعمل لكم الطاجن كاليماري بطريقه سهله جدا وبسيطه، وانتوا بقى تختاروا في الاخر عايزين تعملوه بدهون قليله ولا بدهون كتير على حسب ما انتوا تحبوا. تعالوا نشوف مقادير ساندرا لطاجن الكاليماري. السمك ما بيتحطش عليه دهون اصلا. الله، احنا هنفصل من الاول اساسا. ماشي. لا كتير ولا قليل. انا بحط شويه زيت زيتون. اهو ماشي، بس توت شويه كتير. اخدت سكه الصحي خلاص وابتدت تستعمل زيت زيتون، وده في حد ذاته انجاز ليا ولينا جميعا. بصوا طاجن الكاليماري ده اللذيذ فيه ان انتوا هتاخدوا نفس الوصفه، تحطوا كاليماري، تحطوا سمك فيليه، تحطوا جمبري يمشي، بس هو احسن للكاليماري وسمك الفيليه القشر بياض او اي فيليه عندك هيمشي بنفس الوصفه بالظبط. عباره عن ايه؟ معانا كاليماري حلقات او شرايح ايا كان اللي موجود، بصل مفروم، ثوم مفروم، كرفس مفروم، معانا كمان فلفل الوان حلقات، عايزين تحطوا فلفل حامي تمام، معانا كمان بصل حلقات، ملح وفلفل كمون، بهارات سمك ودي اختياري، شبت مفروم، عصير طماطم وصلصه طماطم وعصير ليمون للوش كده انا بحب احطه في الاخر. قولي لنا يا توته مقاديرك مختلفه عني في ايه؟ هما شبه بعض والله، هتلاقوا في الاخر ان مفيش اختلاف. انت عامله الطماطم؟ لا مفيش طماطم. طماطم عامله بطماطم، وفي ساعات ممكن نعمله بالكريمه بيبقى خطير، بس يعني ايه قلنا نعمل ده وممكن على اخر رمضان نعمله كله بالكريم. طيب مقادير طاجن الكاليماري. معايا كاليماري شرايح، ممكن حلقات تقطعوه مكعبات صغننه براحتكم خالص، يعني التقطيع دي بتاعتكم انتوا. معايا بقى بصل مفروم، فلفل اخضر وفلفل حامي، ثوم مفروم وريحان بيدي طعم خطير، طالما في عصير طماطم الريحان معاه بيبقى حكايه. زيتون اخضر، فهنراعي الملح في الوصفه، ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا بكميات قليله جدا، رشه من بهارات السمك، وكمان شبت مفروم وكوبايتين من عصير الطماطم ومعلقتين كبار من الصلصه ونص كوبايه ميه وزيت زيتون. حسن المقادير كتير قوي، وانت ناويه تكسبي النهارده كتير بقى كتير بقى يومين ورا بعض. انا عايزه كاميرا تيجي، ما تجيبنيش انا خالص، تيجي تقعد جوه الحله. ايوه عشان تطمن ان كل حاجه النهارده متشوحه حلو ومستويه. ماشي. حلو علشان هي استوت امبارح. انا مش هكروت، انا استويت امبارح. فتعالوا نشوف، هنبتدي حالا التحدي، نبتدي في طاجن الكاليماري، يلا بينا. زيت الزيتون. توتا بتعملي ايه خطواتك؟ لا مش هقول لك. طب هقول لك. هتغيري طريقتك. هقول لك انا، بصي انا بعمل ايه؟ انا بشوح الحاجات المفرومه اللي هي البصل والكرفس وبعدين والثوم، وبعدين لما يتشوحوا حلو ابتدي انزل عليهم بالكالاماري، وبعدين الصلصه. الصلصه اسفه، قبل الكالاماري. زي تتسبك حلو، وانزل بالتوابل بتاعتي. ايوه، وبعدين الكالاماري اخر حاجه خالص في الطاجن. نفس الكلام، وادخله الفرن. بس كده احنا جاهزين بقى طواجن للفرن. فين؟ اهو فين؟ ما شفتوش انت عندك اهو؟ ما خدتش بالي. انا حطيت ايه؟ حطيت الخضار كله، وهاخد كمان التوابل، والورقيات هتنزل عندي اخر حاجه هي والزيتون. والزيتون بيدي طعم حكايه. زيتون زيتون زيتون. ايوه. ايه ده؟ ده تحفه جديده دي. تحسي الحركه دي يوناني قوي صح؟ الايه؟ الحركه دي الزيتون دي حركه يوناني قوي. يوناني والله ما ركزت في الاصل جاي منين، بس هي ادي طعم حلو. ايوه طبعا تبقى لذيذه قوي، هتبقى تحفه. وادي التوابل بتاعتي، كل التوابل بمقدار صغير، خصوصا الكمون. صح، انا بحس السي فود والسمك والحاجات البحريه كلها من الحاجات اللي بجد كل لما تقللي التوابل كل ما طعمها يبقى احلى، ان هي اصلا طعمها حلو. بالظبط صح. بحس كمان ان الكمون تابل قوي قوي، يعني لو زاد انا بيغطي طعم على البحر، طعم السمك الحلو. بيغطي على طعم الحاجه. بالظبط. انا بزود هنا معلقتين زيت زيتون علشان ايه؟ انا شكرا. ها بسبك ولا ما بسبكش؟ اهو خلاص هي حطت. انت بتغششها يا كاليماري. تحط انا هسبك الطاجن ده قوي. عارفه يا توته انا بعمل ايه؟ ايه؟ انا في البيت بعمل اللي بكريمه اكتر. انا بحب الكريمه برضو قوي. بحب اللي بكريمه بس اكتر. بس بحس ان يعني مش الدارج بالنسبه للناس بيحبوه دايما بالطماطم. حقيقي، بس انا مش بحب الطماطم طماطم في السي فود، بحط الصلصه. انا حاطه صلصه. انت حاطه طماطم طماطم؟ حاطه صلصه وعصير طماطم. انا بقى بحب احط بقى، بصوا اخر حاجه خالص الكاليماري. عايز اقول لكم الطاجن ده هياخد. سمعونا زغروطه. الله،
يا نور هانت ما بتتكلميش لما يعني مش قالت لك قالت لك سمعونا زغروطة. يلا هدخله الفرن. وساندرا لسه بتقلب في ال 2 كيلو خضار اللي حطاهم في الطاجن دول. انا هعمل ايه؟ هدي نص ليمونه ايوه على الوش وبس وابقى خلصت. طح يلا هدخله انا اللي كسبت في حلقه اللايف. توتا اللي كسب توتا اللي كسب. ما انا حاطه 2 كيلو خضار في طاجن الكالاماري ياخد وقت في التشويح لازم توتا تكسب. مالهاش علاقه. يلا الله يبارك فيك. الف الف مبروك يا توتا. جاهز. انا شوحت الخضار كله مع بعض، نزلت بالتوابل، حطيت صلصه الطماطم وبعد كده حطيت عصير الطماطم والكاليماري. الكاليماري شوحته قبل ما احط عصير الطماطم، يعني خضار، الصلصه، التوابل، الكاليماري وبعديه عصير الطماطم والزيتون والريحان والشبت دول في الاخر خالص. اي اعشاب عندك عايزه تحطيها في طاجن زي ده يبقى خليها في الاخر خالص عشان تفضل لونها حلو وتفضل كمان ريحتها حلوه. وما بتديهوش طشه. اشمعنى الطاجن ده ما بياخدش طشه؟ طشه مع السمك صعبه قوي دي. لا ما جربتيش؟ ما جربتش. بس اصلا مش متخيله ان انا جربت طاجن من طواجن توته من غير الطشه. ده يعني علامه مميزه. هي الطشه بتدي طعم للطواجن الطبيخ. الله توته مبروك. ايه ده كله؟ شفتي؟ مدلعاكي خلاص. انت مش عايزه تبقى والله. لا والله لا ده انا منقي حاجه جوه انت بتحبيها بجد؟ اه والله. ايه اكل اكيد؟ لا حلويات. الله استني طبعا كان بودي اقول لك هلبسها لكم بكره. ايوه ما انا عارفه. شفتي؟ حطت الروج اللي انا جبته لها. الروج اللي توتا اديتوني امبارح. بص بص الحلويات توكا توك. طبعا مش هقدر اقول لكم هلبسها لكم بكره. هلبسها في البيت بقى. يا اما البسها لكم فوق الطرحه. والله هيفرح قوي. تسلم ايدك يا كل سنه وانت طيبه يا توته. تعالي ناخد صورتنا الحلوه بس بعد ما نقول لهم في الاخر نحب نقول لكم ايه؟ ان السفره ما تحلوش من غير شويه بهارات لذيذه كده. ايوه وسفره حلوه تستاهل تكون. انا دي جملتي. وسفره حلوه تستاهل تكون مكافاه اليوم. اليوم كل سنه وانت طيبين. رمضان كريم.